السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العيد. النهاردة عايزين نتكلم مع بعض في موضوع يعني ممكن بيضايق كل هاوي، وخصوصا ان هو يعني الى حد كبير قوي بيضيع تعب الهاوي، وكمان بيتعب القص بطريقة مباشرة. النهاردة هيكون كلامنا عن موضوع ممكن يكون غير شوية، وهو موت الزغاليل في عمر 3 ايام او 7 ايام بالكتير. والموضوع ده انا شايفاه ان هو بيتكرر اليومين دول بطريقة كبيرة جدا، والناس كتير بتشتكي منه، وناس كتير بتبعت لي على الخاص وتقول لي في عندنا زغاليل بتموت في عمر 3 ايام او اسبوع. وللأسف انا كمان لاحظت ان عندي قص حصل له نفس المشكلة. فيعني نتكلم بقى النهاردة كده، نحاول نتكلم مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى كده، وهنعالج الموضوع ده ازاي بما انه انتشر بطريقة غريبة قوي اليومين دول. معلش هو الموضوع ممكن يكون هيضايقنا شوية، بس ان شاء الله كل حاجة ولها حل، وان شاء الله بإذن الله بعد ما نتكلم في فيديو النهاردة كده مع بعضها نستخدم الحلول او العلاج، وان شاء الله هيجيب نتيجة. وخصوصا ان انا فعلا ابتديت ان انا انزل بالعلاج ده للطيور، والحمد لله يعني نجا من طيوري. القص ده بالذات نجا منه يعني تقريبا كده فرخ منهم او فرخين. ان شاء الله نتفادى المشكلة دي، وان شاء الله نلاقوا لها حل، والمنظر اللي قدام حضراتكم ده ان شاء الله ما يتكررش تاني باذن الله. ونحاول كده ان احنا يعني نبتدي بالعلاج للي ظهر عنده الحالات دي، وهنتكلم ايه اسبابها وايه علاجها وهنقدر نتفاداها ازاي. معلش هو الفيديو هيبقى يعني شوية انا مستغلسة شوية المنظر، ومش حابة المنظر اللي قدامنا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله مش هيتكرر تاني المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، بعتذر لكم عنه، وباذن الله كده خيرا من عند الله. علاج موت او اسباب موت الفروخ في العمر ده او الزغاليل في العمر ده ليها اسباب كتيره، وكان عندي فيديو في القناه بيتكلم عن موت الزغاليل، ولكن احنا دايما بنعمل ابديت للمعلومه بتاعتنا، دايما بنجدد المعلومه وبنجدد الادويه، وبنحاول ان احنا ننزل باحدث حاجه موجوده، لان طبعا احنا شايفين ان الجو حوالين مننا متغير من كل حاجه، حتى علينا احنا كبشر يعني بتظهر علينا حالات ما كانتش موجوده قبل كده، امراض ما كانتش موجوده قبل كده، وطبعا الطيور متاخدة معانا في نفس الجو بتاعنا اللي احنا فيه. احنا هنقول بقى علاجنا للحالة اللي هي موت الزغاليل. لو احنا يعني جربنا معاهم الفلاجيل طبعا ما نفعش، بنجرب الفلاجيلات لانها احلى من الفلاجيل شوية، طعمها مسكر شوية، ما بنفعش معاهم. طب مش هنفضل بقى مستنيين لغاية ما يموت كل الزغاليل اللي عندي وتبقى المشكلة بقى مستمرية مع الاسوس الاهالي اللي عندي؟ طب هنعمل ايه؟ مضطرين بقى اسفين في الحالة دي ان احنا ننزل البي ام دي. انا بقول ليه مضطرين ان احنا ننزل البي ام دي؟ لان البي ام دي مضاد حيوي جامد جدا، قوي جدا، هو مفعوله ممتاز وبيجيب من الاخر من مع الطيور، ولكن بنحطه في اخر مرحلة ممكن نكون يعني يأسنا من الاستخدامات البسيطة للمواد البسيطة زي الفلاجيلات او خل التفاح او الفلاجيل. البي ام دي حلو جدا واستخدامه سهل جدا، وما يعني هو على المدى البعيد لو كترنا منه ممكن يضر الكبد الطول، ولكن احنا هنستخدمه يعني بحرص شويه وبحذر شويه وبالكميه او بالجرعه المظبوطه، ان شاء الله يبقى خير مع طيورنا. البي ام دي حلو جدا، بنتفادى بيه موت الزغاليل، وخصوصا في الفتره اللي هي من فتره 3 ايام مثلا لاسبوع، دي فتره ممكن الزغلول منها فيها يموت، وده بسبب ان الاهالي نفسها بيكون المجرى التناسلي بتاعهم بيكون فيه امراض بكتيريه وفيروسيه خاصه بالبيه. طب احنا هنستخدم البي ام دي ليه؟ علشان يطهر لي المجرى ده ويطهر لي الامعاء، هيعتبر كان مطهر للمجرى التناسلي والامعاء كمان والحويصله بتاعه الطائر. ليه؟ لان احنا عارفين ان حويصله الطائر ممكن يجي لها مرض ما، الاهالي الكبيره ممكن تستحمله عشان مناعتها قويه، ولكن الفروخ الصغيره ما بتستحملهاش. دي حاجه. تاني حاجه، احنا هنستخدمه البي ام دي على اساس ان احنا هنطهر بيه في فتره 5 قبل الفأس و5 بعد الفأس. دي العبوه الكبيره اللي حضراتكم شفتوها الزرقاء دي، العبوه الكبيره دي ثمنها في حدود 250، هي كانت 350 تقريبا، ونزلت اليومين دول ل 250، ولكن الجرعه دي او الكميه دي كبيره قوي عليكم كهواه، يعني اذا كان ما عندكمش مزرعه كبيره. في مزرعه كبيره فعادي هاتوا العلبه دي، مزرعه صغيره يبقى احنا هنجيب، او عدد اسس صغيره يبقى احنا هنجيب الكيس ده. الكيس ده فيه منه 10 جرام وفيه منه
20 جرام، اعتقد ان ال10 جرام دول عملوا تقريبا 10 او 15 جنيه. الكيس اللي اكبر كان عامل 40 جنيه. انا بديكوا الاسعار وبديكوا الكميات، فانت كهاوي بتستخدم عندك اسس قليله او حاجه قليله من الطيور، مش هتحتاج الكميه الكبيره دي. هناخد منها قد ايه؟ دي هناخد منها ربع معلقه شاي ممسوحه على لتر الميه، وهنزل بيها للطيور اللي عندي. انهي بقى طيور وهدي ازاي الجرعه؟ هقول لحضراتكم حاجه، احنا ما بنقول 5 قبل و5 بعد، قصدنا او المقصود منها مش 5 بعد يعني بعد فأس البيض و5 بعد فأس البيض، لا. اول ما بلاقي القص عندي ابتدى يحضر العش، ودي بتظهر العلامات عنده كلنا عارفينها طبعا، بيحضر العش الجديد، يبقى على طول هجري كده في ثانية اروح اجيب اللتر المية وربع المعلقة الممسوحة، وابتدي انزل الدواء ده للطيوري لمدة 5 ايام متتالية. تمام كده؟ يبقى احنا قبل تكوين البيض عطيناه ليه؟ لان انا عايزه البيض يتكون في مجرى، المجرى التناسليه للانثى تبقى مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل، وكمان المجرى التناسليه عند الذكر تبقى برضو مطهره وتبقى تمام، عشان البويضه لما تتكون ما ينزلش معاها الميكروب فيقتل لي الفروخ دي، او الفروخ اثناء وجودها جوه البيضه بتتغذى، فتتغذى بالفيروسات والامراض اللي نازله من الاهالي. احنا عايزين ما يبقاش فيه المشكله دي. يبقى احنا هنطهر مجرى التناسلي ليهم، يبقى البيضه لما تنزل تبقى سليمه، الغلاف بتاعها سليم، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهاش اي فيروس دخل او ميكروب داخل البويضه نفسها. كده احنا تمام. طب اللي خلاص البيضه هتفقس، احنا مفروض ان احنا حاسبين حسابنا، لو الكوكتيل يبقى عندنا 23 يوم عشان تفقس البيضة، ده في فصل الصيف، 25-28 في فصل الشتاء، الاسترالي طبعا 18 يوم بالكتير 21 يوم. احنا بنبقى حاسبين امتى البيض هيتفقس، فنحسب حساباتنا كده. يبقى انا قبل ما يفقس بقى البيض ويطلع لي منه الزغاليل، هروح اعمل ايه؟ هروح اعطي جرعة تانية للاهالي من البي ام دي. ليه بقى؟ لان الاهالي هتبتدي البيض هيفقس، هتبتدي تغذي، هتغذي الاكل بقى اللي بتاكله، لو في ميكروب في امعائهم او في الحويصله هينزل مع الاكل ويختلط مع الاكل، وبالتالي الدايره اللي احنا بنقول عليها هياخدوا من الميكروب ويبتدوا ياكلوا الزغاليل. عشان كده الزغاليل لا قدر الله ممكن تموت في عمر 3 ايام او بالكتير او 7 ايام، زي ما انتوا شفتوا الزغلول اللي اتوفى ده او مات كان عمره في حدود 6-7 ايام. طيب مات ليه؟ علشان الاهالي عندها الميكروب ده فنقلته ليها. طبعا الزغاليل ما بتستحملش، مناعتها ضعيفة فبتموت. فيبقى احنا هندي 5 قبل ما يحضروا البيض، و5 قبل ما يفقس، علشان يبقى الزغلول نازل بيتغذى بقى، الاهالي بتغذيه وهي الحويصله مطهره ومفيش اي مشاكل ليه. الجرعه ممكن تستمر معانا، لو عايزين نطول شويه ممكن نخلوها 12 يوم بدل 10 ايام، على اساس ان احنا نبقوا كمان ضمننا ان هم مفعولها مشي تمام وبقت الدنيا مظبوطه، لان حرام يعني، او بيبقى صعب شويه، هي كلها بمشيئه الله ان يتوفى زغلول عندنا او الزغاليل، ولكن كون ان هم النتايه اصلا يعني تبيض وترقد على بيض وفي الاخر وتاكل 2-3 وكل المجهود اللي عملته يروح على الارض، برده بتبقى صعب، وصعب علينا احنا كهواه، تعبنا مع الاهالي تغذية ومراعاة وكل حاجة، ونلاقي النتيجة او المحصلة ان احنا زيرو، او لا قدر الله يعني ما طلعناش بحاجة. انا في الحالة اللي عندي دي حاولت ان انا انقذ يعني ما يمكن انقاذه في باقي الزغاليل، وعطيت الجرعة وفي زغاليل طلع اصلا قدامي، وان شاء الله بقى ربنا يسترها، انا سايبها على الله الزغاليل دي هتقدر تكمل او مش هتكمل، كلها بقى بتاعت ربنا، بس انا حاولت وان شاء الله باذن الله خير باذن الله. يعني اتمنى ان انتوا فعلا تجربوا البي ام دي، لان هو كويس جدا وسعره تقريبا كويس، ويعني هتختفي ان شاء الله ظاهرة موت الزغاليل في اليومين دول. نرجع نقول بقى، ممكن في اسباب تانية لموت الزغاليل غير ان هي تكون الاهالي عندها ميكروب او فيروس في الحويصلة، ممكن يكون الاكل نفسه عليه يعني بكتيريا من سوء التخزين او اي حاجة من دي، فاحنا مفروض ان احنا بنحاول ان احنا نضيف اضافات على الحبوب بحيث ان هي تطهر لي الحبوب دي،
زي مثلا مضاد للسموم اللي هو الفايلكس، ده كويس جدا ان احنا ممكن نضيفه على الحبوب، ولكن بنسيب الحبوب مدة 3 ايام كاملة، ما بنجيش جنبها، ما بنأكلش لطيورنا منها، وبعدين ابتدي انزل منها للطيور. هعمل فيديو يعني منفصل عن الحكاية دي، وان شاء الله بإذن الله تستفيدوا منه. عايز اقول لحضراتكم كمان، ممكن تكون كمان قلة النظافة بالنسبة للطيور، ان احنا ما بننظفش ارضية القفص باستمرار، ممكن هم برضو بيلقطوا منها حبوب، مثلا جه عليها دبان، جه عليها اي حشرة، حبوب تعفنت، اي حاجة ممكن تكون سبب من الاسباب. ولكن احنا السببين اللي انا بتكلم عنهم دول، لو انت بتهتم او انت بتهتمي بالقفاص وبالكلام ده، هتبقى مستبعدة النقطة دي، فهي هتبقى في الغالب اسباب موتهم ان هو الاهالي هي اللي عندها المرض البكتيري والفيروسي اللي عندهم ده، والبي ام دي يعني هيقوم بالواجب وهيقضي على الموضوع ده، وان شاء الله تختفي من عندكم ومن عندي ظاهرة موت الزغاليل، وان شاء الله باذن الله يعني نلاقي نتيجة كويسة. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.